عودة لكم مشاهدينا وعودة لمتابعة فقرات برنامج أحلى صباح. أولى مقابلتنا اليوم رح نكون عم نحكي فيها عن مهرجان الأفلام اللبناني المستقل لف، وهو مهرجان مستقل مثل ما بيحمل عنوانه، وبينطلق من لبنان أرض التنوع وبيهدف إلى الوصول إلى الجمهور العالمي. رح ينطلق المهرجان ب 12 تموز وبيستمر لثلاث أيام. لنعرف تفاصيل أكثر عنه بصيرنا نستقبل معنا اليوم مباشرة المخرج غوتيه-شربل راد. أهلا وسهلا فيك غوتيه. يعني اليوم لما نحكي عن مهرجان مستقل يمكن شوي مش متعودين عن على هالنوع من المهرجانات بلبنان. المهرجان بدورته الاولى رح تكون هالمره. كيف انطلقت الفكره؟ خلينا نبدا من البدايه. اكيد انا مخرج فرنساوي ولبناني وجيت على لبنان، رجعت على لبنان من تقريبا سنتين. حبيت انا ومجموعه من المحترفين بالسينما ومن برات السينما من هواة السينما نخلق مثل امل جديد للشباب للسينما المستقلة بلبنان، يلي بعد ما منعطالها حقها بلبنان السينما المستقلة. نعم. نحن منشجع، نحن بدنا نزرع امل لهيدا الفئة من المخرجين ومن المنتجين اللبنانية والعالميين كمان والعرب. نعم. اكيد يلي نحن ما بقى ستودنتس، يلي نحن ما بقى منا سينما تجارية، يعني سينما produced بالبرودكشن هاوسز. نحن عالم، نحن بندفع على افلامنا حتى نقول نحن من افلام تم انتاجها، افلام نحن exactly. انتم شخصيا عم تساهموا بانتاجها يعني كل الشخص، كل واحد فرديا عم بيشتغل على الموضوع. اذا بدنا نقول انه عن الاختلاف شوي ما بين هالمهرجان وباقي المهرجانات، كيف فيك تفسر الاختلاف؟ اكيد في كثير اختلاف بين المهرجان تبعنا وغير مهرجانات. نحن المهرجان تبعنا قبل كل شيء نصه امريكاني، سو عندنا البارتنر امريكاني، سو نحن المهرجان تبعنا مش بس لنعرض افلام، المهرجان تبعنا هو معمول تنعيط للعالم كله، للمخرجين، للممثلين، للمنتجين، حتى للعالم يلي منهم ما بينتموا لهيدي الفئه، يجوا يتعرفوا على بعضهم، يتعرفوا على عالم جايين من برا، جايين تقريبا على المهرجان بحدود ال 20 25 مخرج ومنتج من برات لبنان. نعم. بين امريكان، بين عرب وبين اوروبيه، فنحن هون تنقل لهم للعالم كله تعوا نحكي سينما، تعوا نحكي سينما مستقلة. لما نحكي مستقلة ومثل ما عم نقول عم بيكون انتاج خاص، قد ايه بيكون في صعوبة بهذا الموضوع خاصة بلبنان؟ يعني يمكن بالخارج الموضوع شوي اسهل او معودين عليه الناس اكثر، او يمكن في مادة اكثر. اليوم بلبنان كيف عم بتكون تلقي الناس لموضوع الفيلم المستقل؟ في صعوبة كثير اكيد، مثل كل شيء بلبنان في صعوبة كثير، بس هيدي الفئة عم تكبر كل سنة أكثر من سنة، لأن العالم الستودنتس عم بيتخرجوا، وأكيد مش دغري نحن بعد يعني حتى لو عاملين ماسترز، حتى لو شاغلين وين ما كان، ما رح نعمل فيلم نحن دغري تجاري. نعم. فهيدي السينما عم تكبر من يوم بعد يوم، ونحن هون حتى نقول لهم للشباب اللبناني نحن بنفهمكم، ما تفلوا لبرا، خليكم هون، صحيح صعب الطريق بس ليكم نحن رجعنا. و اتس لايك ا هوب، امل لهالجيل، وهن المستقبل، هن مستقبلنا. صحيح. بالبدايه لما كنت عم بحكي عن المهرجان كنت عم اقول انه انتم هدفكم توصلوا للعالميه، مين عم يدعمكم اذا الهدف هالقد كبير؟ هلا نحن بننطلق على طول من منطلق انه ما في هدف كثير كبير علينا. نعم. البارتنر الاساسي تبعنا هو بارتنر امريكاني. فنحن الفستيفال تبعنا هي از بارتنرشيب وذ فستيفال امريكاني. هدفنا العالميه ايه؟ عندنا تقريبا اكثر من 250 فيلم انترناشونال لوكال، يعني من برا ومن جوات لبنان. مقدم تقريبا بحدود من بين هول 250 مقدم تقريبا بحدود ال 200 فيلم اجنبي. اوكي. وعنا تقريبا 50 فيلم لبناني. هلا بس بحب اقول شغله هيك شوي فيها صرخه فيها صرخه قلب، انه ما تقدم ولا فيلم لبناني طويل مستقل بالمهرجان كله. شو السبب؟ السبب انه ما بعرف. السبب نرجع هون للانتاج، لموضوع exactly. الانتاج exactly. للاسف. رح نشوف بعد شوي تريلر كمان هيك بنفهم شوي اكثر عن المهرجان، ولكن عن طريقتك هلا تنفوت اكثر بالتفاصيل، خبرنا عن المهرجان، ذكرت انه في 250 فيلم مشارك، 50 منهم لبناني، exactly. شو بعد في تفاصيل اكثر عن هالمهرجان؟ يعني انواع الافلام شو هي؟ هل في ثيم معين، في تام، موضوع معين انوضع، او هو حر؟
للآخر. هلا هو الثيم الأساسي تبع هذا الفستيفال هو التنوع يعني diversity، وكمان هو الميديترانيان يعني البحر المتوسط. نعم. دونك نحن كل هول الأفلام المين ثيم تبعنا بين الاختلاف وال وال والبحر المتوسط، لأن كلنا بننتمي لهون. وقت نقول لبنان على طول بنقول اختلاف، ونحن ما فينا نزيح عن هويتنا اللي احنا المتوسط البحر. نعم. المتوسط. في كذا كاتيجوري بقلب الفستيفال، عندنا دوكيومنتريز، عندنا فيكشن، دوكيومنتريز افلام وثائقيه، فيكشن هو الفيلم الخيالي، عندنا الفورمات تبعهم اللونج، وعندنا الشورت يعني عندنا فيلم طويل والفيلم القصير. عندنا نعم. انيميشن، غير فيستيفالات قليل كتير تنلاقي فيستيفال بلبنان بيدعم الانيميشن. صح. يلي هي كمان احدى الهوب الجديد للسينما. نعم. عندنا كمان السكريبت، عندنا كومبيتيشن سكريبت، فنحن عندنا تقريبا 15 سكريبت من برات لبنان عم بيتنافسوا على افضل سكريبت بفستيفال لبناني. عندنا كمان الستودنت، عندنا الدايفرسيتي اوورد، عندنا الميديترينيان اوورد، عندنا الستودنت سكشن، ففي كثير سكشنز لكل العالم. وان مور تايم نحن هون تنقول للعالم انه نحن هون تنرجع نزرع، نرجع ندعمكم. exactly. نرجع نعطي شويه امل لناس يمكن ما عم تلاقي دعم. هيدي هي. راح نشوف انا وياك غوتيه شربل التريلر وبنرجع نتابع حديثنا. يلا. يحرق رفة ملايين، يبقوا الصبايا ناطرين قدام البيت، كل شلخة أحلى من التاني، أمي كانت تكحتو بس بي يعزمون عدق طاولة. بي كان مورلون بروندو المنطقة، صبية رايحة وصبية جاي. ما تخلي ولا فيلم يمروا عليك. لبنيز اندبندنت فيلم فاستيفال. كثير مهضومة حتى التريلر الدعائي، خلينا نقول للمهرجان كمان كان هدفه انكم تقولوا ما تخلوا شيء يقطع عليكم. كلكم فيكم تستفيدوا. yes. ومهم ما يقطع عليكم ولا فيلم. مهضومة. اذا بدنا نقول حكينا شوي عن المهرجان، وطبعا الناس كثير مشاركة، هل في شروط للاشتراك وشو هي؟ شروط الاشتراك هي اكيد الفيلم ما يكون طالع اونلاين. شروط الاشتراك هو انه ما يكون اقدم من سنتين لورا، كل هن مين لشروط الاشتراك. بس نحن ما عنا شروط فيرم، ما عنا شروط آسية أول هيدي السنة، بس نحن بهمنا الكل يكون. عملنا أوريدي سيلكشن، يعني تقدم لنا أكثر من تقريبا 500 فيلم. نعم. نزلنا فيلم لل 250، فهيدي هي. قلت إنه في مسابقات رح تكون موجودة، في مسابقة خاصة أيضا لطلاب الجامعات، خبرنا أكثر عن هالمسابقة. exactly. وقت نقول سينما مستقلة بلبنان رح نقول نحن أكيد students يلي هن الفيوتشر تبع هيدا السينما المستقلة. نعم. فكرتنا كانت إنه بالopening ceremony اللي رح تكون ب 12 تموز، يعني يوم الافتتاح، يوم الافتتاح على الساعة 7 بدع الكل يجوا متروبوليس أشرفية، رح نعرض 5 أفلام أو 6 أفلام من جامعات، من الجامعات يلي مشاركة بهذه المسابقة يلي هن أهم جامعات بلبنان بيعملوا أوديو فيجوال. بس ما رح نعلن عن مين نحن أخذنا هول الست أفلام. So it's going to be a surprise. وليلتها بليلتها بآخر الأوبنينج سيريموني رح نعطي جايزتين. أول جايزة هي الفيميل هوب دايركتور والميل هوب دايركتور، حتى نقلن لتلاميذ الجامعات نحن بدنا إياكم هون، انتم مهمين عنا وانتم الفيوتشر تبعنا، خليكم عنا. فايتس هوب يعني هو امل، خلينا exactly. نقول رح تكون جائزه لامراه وجائزه لرجل. صح. بهيدا النهار اليوم حكيت عن مسابقات اخرى، وفي مسابقات العلاقه بالفلوم اللي موجوده. exactly. واللي مشاركه فينا نقول اليوم انه بتقدر الافلام اللبنانيه تنافس الافلام الاجنبيه، وصلنا لهالمرحله، واتليست كمان فينا نقول بهيك نوع مهرجانات. بالنسبة إلي كمخرج أكيد حيلا فيلم إن كان لبناني أو أمريكاني أو نيوزيلندي، عنا أفلام، عنا أفلام من الهند، عنا أفلام من نيجيريا، عنا أفلام من إيرلندا، عنا أفلام من وين ما كان. كمخرج بقول هي القصة يلي تجذب أو بتشد، يلي بتقطع كل الحواجز، كل البريار، كل الأوبستاكل قدامه. بس بعد شغلة نحن هون تنرجع نقوي هيدي السينما. أكيد technically speaking تنكون صريحين، برا أكيد
سابقيننا شوي تقنية. يعني على الصعيد التقني برا صح. يمكن لأنه في معدات أكثر، يمكن لأنه في قدرة للوصول لهالأمور صح. بشكل أكبر. هل في أفلام من الدول العربية مشاركة؟ يس، وفي فيلم، في فيلم سعودي كمان مشارك، أول فيلم سعودي تصور على إيدين مخرجة امرأة. حلو. فهيدا الفيلم مشارك عنا كمان بالفستيفال، مشارك أفلام من مصر، مشارك أفلام من المغرب، مشارك أفلام من دبي، مشارك أفلام من وين ما كان. بس كمان بحب كمان أقول على الفكرة القبل، على قصة الفرق بين الأفلام اللبناني والأفلام الأجنبية، إذا بتقدر تنافس إيه، بحب أقول للكل أنه عنا هون كتير أشياء نخبرها بالميدل إيست، بلبنان عنا أشياء كتير نخبرها أكتر من ما عندهم برا. أنا الآن عشت برا كمان، ما تخلوا التقنية أو يمكن ترجعكم لورا صح. أو أو قول أنا ما معي مصاري خفف من عزيمتكم ارجع لورا. لا، الفيلم هو هدفه يعني من أوله لآخره هو القصة اللي عم بتخبرها، وعنا كتير أشياء هون نقولها بلبنان. صح. برأيك اليوم بما أنه هي الدعوة مفتوحة للجميع، هل الجمهور اللبناني اليوم بحب يروح يحضر هيك نوع فستيفالات، هيك نوع أفلام؟ هل بتحسوا أنه اليوم رح تقدروا تجذبوا عدد كبير من الناس؟ سؤالك حلو، ورح خبركم شيء أول مرة منخبره على الميديا. نعم. هدفنا أكيد نحن العالم، أكتر عدد عالم يجي على الفستيفال. هلأ مثل ما بنعرف كلنا أنه ببيروت وضواحيها على طول هي يعني نفس العالم، نفس نخبة العالم يلي بيروحوا بيحضروا أكترية الإيفانت. نعم. نحن هدفنا نظهر للعالم كله، نقول لهم تعوا كلكم سوا. مشان هيك عنا من كل شيء، عنا يلي بحب الفيلم الوثائقي، وعنا different topics. يعني بالفيلم الوثائقي في عن توحد، في عن الديانة، في عن السكشواليتي، في عن الكهرباء، في عن كل شيء. بالفكشن في عن كل شيء، في عن الأوبرا، في عن كل المواضيع. فما بقى حدا عنده ولا ريزن يقول حجة ما يجي. وفي شغلة، نحنا كمان الهدف تبع الفستيفال تبعنا مش بس نكون ببيروت، لأن نحنا من آمن أنه الكلتشر للكل. نعم. ولسوء يعني unfortunately بلبنان أغلبية الكلتشرال إيفنتس هن ببيروت. صح. ننسى أنه في لبنان أكبر من بيروت. يعني بفهم منك أنه معقول السنة الجاي يكون المهرجان بعدة مناطق لبنانية مش بس ببيروت. يس. بسبتمبر رح يكون عنا طلع على الجنوب. ما رح أقول أكتر عن الإيفنت، بس رح يكون عنا اللي رح يربحوا الجوائز، الأفلام الرابحة بأول دورة رح نطلع على الجنوب، لأن نحن بنحب الجنوب. خلينا نرجع يعني بختام لقائنا، نرجع رح نشوف كمان البوستر تبع المهرجان، نرجع أكيد. نذكر لكان 12 تموز الافتتاح بهيدا النهار، أي ساعة وبليس تفاصيل الأيام الباقية الأوقات. اكزاكتلي نحن الافتتاح على الساعة 7، 12 تموز بمتروبوليس أشرفية، من السبعة تقريبا لل 11 وربع 11 ونص الاوبننج سيريموني. بيرجع عنا جمعة وسبت، الافلام بتبلش على 9 الصبح وبتنتهي على 12 بالليل. عنا دو سال سينما عم بيكون فيهم افلام كل الوقت. وعنا الكلوزنج سيريموني اللي هي الاوردز سيريموني، بدنا نرجع الاوردز للربحوا بالسبت على الساعه 8 عشيه كمان بمتروبوليس الشفيه. السنه شفنا 50 فيلم لبناني، على امل السنه الجايه نشوف ال 200 لبناني وال 50 من الخارج. يعني هيدي خلينا نقول خطوه جديده تشجيعيه، يمكن مش الكل بعد عرف فيها، ولكن انطلاقا من اليوم وانطلاقا من هيدي السنه صار الكل معه خبر بهيدا المهرجان بالتحديد. أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وإن شاء الله بالنجاح. أهلا وسهلا فيك غوتيه شربل. Thank you. مشاهدين رح نشوف كليب للموديل ونرجع من تاني.